رحمة الله وبركاته. تعال مع بعض نشوف العنوان: التصرفات الصبيانية لابن سبعاني لابن سبعيني من بين أسباب أقصاء الجزائر. الموضوع وانتهى، بس تعال لما نشوف ماذا يقولون. تعال نشوف من يتكلم. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. يخص قضية تمديد عقده، شوف نوليك الأول السؤال تاع الفقرة تاع البرنامج تاعك، تكلمت على المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي شوف، هذه في الدنيا ماشي غير في كرة القدم، النكسات والصدمات هي اللي تعطيك من بعد النجاح. المنتخب السنغالي وصل للمستوى هذا بعد عدة نكسات وصدمات من 2015 حتى لسنة 2023. احنا داخلين 2023، توقع نجاح هذا الرجل بعد عامين أو ثلاثة؟ شوف بان توقعوا النجاح تاع المدرب، ما شوف هذا زفيز، فذلك كان يتكلم عليه الشيخ مازا، ربما هو رئيس الفيدرالية الآن، هو يمكن هو شاف حوايج ما شفناهمش حنا مثلا. من بين هذه الأشياء باه تجدد عقد تاع مدرب ما أو شخص ما في العمل، لازم هذاك الإنسان اسكو راه صلح الأخطاء تاعو ولا ما صلحهاش. ربما هو الآن راح يشوف الأخطاء اسكو صححت من طرف أو من طرف بالماضي أو لا. راح تقول لي مثلا ما هي الأخطاء؟ أنا قبل الشيخ مصطفى الشيخ فريد كي كان يهضر سرقت واحد الكلمة تاع خطأ من الأخطاء تاع قضية الانضباطية. حنا نلنا كأس إفريقيا 2019 لما نحكي لي واحد الصحفي واحد الحكاية كانت دائما في بالي وخاد نقول نو مستحيل، لكن حكاها لي صحفي زميل تاعكم حكاية ريال، قال لك لو بوس تاع المنتخب الوطني لما تاخر محرز ب 30 ثانيه الى ديماري، هذه حكايه ريال. هذه نهضر لك على الكوتي ديسيبلينير، تحدث عنها بنجاح، كانت شيء، هذه كانت في الديبي. لكن الان ربما من بين الاخطاء ولينا نشوفوا مثلا محرز يروح لشهر العسل واللي يخلي اصحابه في افريقيا في ادغال افريقيا يلعبوا كره يلعبوا تصفيات كاس افريقيا. شفنا انه محرز مثلا ما يجيش للتربصات بسبب مرض ما، ونشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي انه راهو في عطله في المغرب مثلا. نشوفوا مثلا الانضباط كومين ماشين بن سبعيني في الفريق تاعو الالماني، لكن لما يجي تشوف تصرفات صبيانيه يخرج ببطاقه حمراء فمثلا في مباراه الذهاب ضد انا نعتبره من بين الاسباب تاع الاقصاء تاعنا، لانه لو ما خرجش ببطاقه حمراء ما يكونش عطل على الجهه اليسرى. هذه من بين الامثله. دوكا المنتخب تاعنا راهو في مرحله التشافي او الاستشفاء، وبدينا نسترجعوا بعض الثقه ضد المنتخب السويدي، زاد خرج ببطاقه حمراء، زاد دخلنا في مرحله شك اخرى. التصرفات الصبيانيه للاعبي المنتخب الان ربما هي داخله في الانضباط. لو بالماضي ربما راهو راح مثلا راح يبدا يحاسب هؤلاء اللاعبين، سي بور سا كيعود تصحيح الاخطاء ماذا بنا يجدد حتى 2030 و 2034. احنا ماذا بنا، لانه هذا المدرب ماهوش مدرب جامين العدم، لانه مدرب اثبت وجوده واثبت حقيته انه يكون مدرب تاع الفريق الوطني لما حكم زمام الامم بعد 3 اشهر دات كاس افريقيا. نقدروا نقولوا انه هذا المدرب ماهوش مليح ولا كون مثلا جات النكسات في الديبي، ما تقدرش تحاسبوا الوقت هذاك، بصح حنا في الكره الجزائريه تحاسبوا في الديبي، النكسات في الديبي تبدا تحاسب فيه انت مدرب ضعيف، لكن هذا المدرب اثبت في الديبي بعد بلي راه مدرب ممتاز. هذه دوكا الى صلح الاخطاء يزيد حتى 2030. وفيما يخص اللاعبين دوكا، شوف الاخ عماد لازم الجمهور الرياضي يتعلم يفهم واحد الشيء. شوف المنتخب الوطني ليس نادي، هذه لازم الناس يعرفوها. علاه؟ نعطيك مثال بالنادي وما نشتيش نمد انا بالبطوله الجزائريه، لكن نمد لك مثال بشباب بلوزداد، لانه الفريق الوحيد اللي انا نشتي نتبعه مثلا وكنت لاعب سابق تاعو، الفريق الوحيد اللي دخل الاحتراف بارابور الفرق الاخرى. كاين الشيخ اللاعب بوردين مثلا لم يثبت نفسه الموسم الفارض، لكن صبروا عليه وعام سنه راهو يجيب في نقاط لشباب بلوزداد. هذا فريق، لكن المنتخب الوطني ماهوش حقل تجارب، ماكش حق التجارب في المنتخب الوطني. في المنتخب الوطني لازم تجيب لاعبين اثبتوا مستواهم العالي ولا بيرفورمانس تاعهم حقوها في انديتهم ويجيو مباشره للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني ربما من اخطاء بالماضي انه كان يجيب لاعبين لم يثبتوا احقيتهم في فرقهم، وجاو تربص وتربصين كاين حتى اللي ما لعبوش ولا دقيقه، اللي ما عندهمش صح كاين ديميسيونا في نص طريق ديميسيونا، زادوا راحوا خرجوا من الفريق تاعهم، كانوا يفسخوا العراق تاعهم.
هذوما اللي حبيت الاشياء اللي نتكلم عليها، لان المنتخب الوطني ماهوش حقل تجارب. ما تجيبش جوارك عبد القهار قادري اللي هو لاعب ممتاز جدا لكن ما اثبتش لا بيرفورمانس تاعو في الكلوب تاعو ديجا، وانت زيد تجيبه للمنتخب تعطيه نصف شوط ضد ايران ومن بعد ما تزيدش تعيط له. المنتخب الوطني ماهوش حقل تجارب، المنتخب الوطني لازم له دي جوار اثبتوا علو كعبهم في الفرق تاعهم كعوار كم أي تنوري، هذا تجيبه مام ما يمشي لكش مباراة اثنين ديجا أثبت بلي راه لاعب كبير. هذا هو اللي تحدثت عن هذا فريد، تتذكر قلت لنا أنه لاعب مثل عوار الجميع يدرك بأن خلاص. هذا اللاعب خلاص هذيك إجماع بأنه لاعب ممتاز، يعني كما يخدم لشي مباراة أو علاه قلت لك البوصلة لازم كي قلت لي جدوا له حتى 2026 والله يجدوا له حتى 2040. احنا ماذا بينا لأنه النكسات والصدمات هي اللي تعطيك الريزلتا. بصح أخي ماشي تجيب لاعب ما ثبتش احقيه تاعو في البطوله الجزائريه وتجيبو ودير النسي، ماهوش حق التجارب. لانه لما نقارنوا بينه وبين المنتخبات الاخرى كاين دي جوار، نعطيك انا دائما شتي ندير مثال انه تكلمنا على الركراكي والمنتخب المغربي. شوف زياش، انا رايح للمنتخب زياش وصل للدمي فينال، وصل للدمي فينال زياش كان من احسن اللاعبين. قبلها بثلاث اشهر زياش كان ماهوش موجود حتى في لاليست تاع 25 مبعد، تسموش معناها شوف الثراء تاع صحيح الثراء تاع لاعب كان مبعد نهائيا راهو في نصف نهائي اساسي، فما بالك باللاعب اللي اهلهم لكاس العالم. طبعا اخواني واخواتي انتوا سمعتم وشفتوا الكلام اللي هو حصل. طبعا هذا الكلام انتهى، طبعا زي ما انتم سمعتوا هذا الكلام انتهى، والموضوع يعتبر انه هو اغلقت هذه الصفحة. ولكن هذه هي من الاسباب الرئيسية اللي كانت سبب كبير في اقصاء الجزائر، كانت اخطاء من اللاعبين، كانت اخطاء من بالماضي، اخطاء بسيطة من بالماضي، ولكن اخطاء كانت من قسامة ايضا. بالنسبة للتحكيم كان ادار تحكيم فاضح جدا، واللاعبين زي ما انتم سمعتوا اللاعبين كان أخطاء كبيرة برضو على اللاعبين. طبعا هذه الصفحة إن شاء الله إنها تكون درس للمنتخب الجزائري، درس من الأخطاء اللي حصلت بهذه المباراة، إنهم يتعلموا من الأخطاء اللي حصلت، وإن شاء الله إنه القادم رح يكون أفضل بإذن الله تعالى. أكيد وأنا متأكدة أنه القادم رح يكون أفضل بكثير، خاصة أنه بالماضي حاليا بفرنسا بيعمل تجديد كبير للمنتخب، حاليا بيشوف لاعبين جديد، بيدرس خطط جديدة للعب. نتمنى طبعا ربنا أحيانا أنه نكون طبعا 100% إن شاء الله أنه في مونديال 2026 كأس العالم إن شاء الله تعالى، زائد بنتمنى أنه إحنا نسعى لكأس أمم إفريقيا، نأخذ هذا الكأس. وزي ما أنا حكيت أكيد أنه الأغلاط اللي كانت في هذه المباراة كانت درس كبير للاعبين، يتعلموا من الأخطاء هذه حتى أنهم لا يكرروها مرة أخرى. أنا أنتظر آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الفيديو، أنتظر آراءكم تحت هذا الفيديو. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، واشكر كل من يدعمني بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.